والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة، ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد جاء من صفاته صلى الله عليه وسلم ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. إذن هذه صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان شديد الحياء. والحياء خلق وصفة تدعو الإنسان إلى الابتعاد عن القبائح، كما تدعوه أيضا إلى فعل المحامد. وقد كانت هذه الصفة موجودة عند العرب حتى في جاهليتهم، لأن هذه الصفة هي على قسمين: منها غريزي فطري، ومنها نوع آخر مكتسب وهو متولد من معرفة الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم جمع النوعين: الحياء الفطري والحياء المكتسب أيضا المتولد من طاعة الله عز وجل. العرب في جاهليتهم وقبل الإسلام كانت عندهم الصفة الأولى، وهو الحياء ماذا؟ الحياء الفطري الغريزي. ولذلك جاء في الصحيحين أن أبا سفيان لما كان في الشام في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وكفار قريش، فدعاهم هرقل وسألهم: من أقربكم به نسبا؟ فقال أبو سفيان: أنا. فدعاه هرقل وجعله أمامه وجعل أصحابه خلفه، وقال لترجمانه: أخبرهم أنه إذا قال فكذب أن يكذبه. ماذا قال أبو سفيان؟ قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت. إذن ما الذي رده عن الكذب؟ رده عن الكذب الحياء. وقد كان هذا في وقت كفره. وقد جاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعثه مع أبي عامر في جيش في أوطاس، قال: فرمى رجل من جشم رمى أبا عامر بسهم في ركبة فأثبته في ركبته. قال: فلحقت بهذا الرجل، لحق به أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه وهرب هذا الرجل. قال أبو موسى رضي الله عنه: فطلبته ولحقت به وقلت له: ألا تستحي؟ ألست بعربي؟ فلما سمع هذا الرجل وهو على شركه هذه الكلمة، وهو أنه ذكره بالحياء من أن يوصف بالجبن، توقف هذا الرجل وهو كافر، ولقي أبا موسى رضي الله تعالى عنه حتى قتله أبو موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن الحياء كان موجوداً عندهم وكان فطرياً في خلقهم. ولما أتى الإسلام عزز هذه الصفة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في وصفه أنه أشد حياءً من العذراء في خدرها. وجاء في الصحيحين أيضاً من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في ليلة الإسراء لما فرض الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة، فقال له موسى عليه السلام: راجع ربك فإن أمتك ماذا؟ لا تطيق ذلك. فراجعه رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى جعلت هذه الصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة. فلما قال له موسى:
عليه السلام: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، قال: إني استحييت من ربي. انظر إلى هذه الكلمة مع صغرها، وهذه الجملة عبارة عن كلمات: إني استحييت من ربي. إلا أن هذه الكلمة ماذا تحمل؟ معاني عظيمة جليلة من خلقه صلى الله عليه وسلم، ومن حيائه من الله جل وعلا. بل كان صلى الله عليه وسلم يستحي حتى من الناس ومن أصحابه رضي الله عنهم. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته: كيف تتطهر من المحيط؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فقالت هذه المرأة: كيف أتطهر بها؟ فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف ثوبه على وجهه وقال: سبحان الله، تطهري بها. فأخذتها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقالت لها: تتبعي أثر الدم. وفي حديث آخر أيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما بنى بزينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمة وأتى بخبز ولحم، وأمر أنسا أن يدعو الناس إلى هذه الوليمة. قال أنس رضي الله عنه: فدعوت قوما فأتوا وأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم دعوت قوما فأتوا وأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، وهكذا قال حتى لم يبق أحد إلا دعوته. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا ثلاثة رهط ما زالوا يعني يتحدثون ولم يخرجوا إلى الآن، فاستحى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجهم مع أن جلوسهم في هذه الحالة لغير حاجة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى عائشة رضي الله عنها وقال: السلام عليكم ورحمة الله. فردت عليه السلام وقالت له: بارك الله لك في زوجك. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى زوجته الثانية حتى مر بأزواجه، ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد هؤلاء النفر ما زالوا في بيته يتحدثون، فاستحى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ماذا أن يخرجهم. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى إليه أنس رضي الله عنه فأخبره أن القوم قد خرجوا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله ونزلت حينئذ آية الحجاب. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحياء وأن يستحي الإنسان من الله جل وعلا قبل أن يستحي من الناس في غير ما حديث. فقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لماذا أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء وبين أنه شعبة من الإيمان لوحده بعد أن ذكر أعلى الشعب وأدناها؟ قال ابن قتيبة رحمه الله: لأن الحياء يدعو إلى جميع شعب الإيمان، لأن الإنسان إذا اتصف بالحياء فإنه سيستحي من الله جل وعلا وسيستحي أيضا من الناس أن يفعل ما يعاب. وكثير من الناس أو بعض من الناس للأسف قد يستحي من الناس أن يفعل أمامهم بعض الأشياء ولا يستحي من الله جل وعلا والعياذ بالله. وهذا الحياء أيضا هو أيضا من صفات الأنبياء. ففي حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين لما ذهب الناس إلى آدم عليه السلام وسألوه أن يشفع لهم في الموقف، تذكر عليه السلام خطيئته واستحى من ربه وقال: اذهبوا إلى نوح. ونوح كذلك ذكر أنه استحى من ربه، وهكذا بقية الأنبياء. جاء في الصحيحين أن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه
كان يحدث بعض أصحابه، فقال لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا، وإن من الحياء سكينة. فغضب عمران رضي الله تعالى عنه وأرضاه واشتد غضبه وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ الآن كثير من الناس ماذا يأتي بحكمة قالها فيلسوف أو قالها أحد علماء الدنيا ما يتعلق بالعلوم الدنيوية، أو قال حكمة أو ما شابه ذلك، بينما تجد معنى هذا الكلام موجود إما في كتاب الله عز وجل أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأوضح بيان وأدق صورة وأوضح طريقة يعرض عنها ويذهب إلى قول فلان وفلان. غضب عمران بن حسين على هذا الرجل لأنه قال هذه الكلمة في مقابل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه أيضا حميد بن هلال عن بشير بن كعب أنه قال: إن من الحياء ضعفا وإن من الحياء عجزا. فقال عمران رضي الله عنه وأرضاه: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتيني بالمعاريض؟ فغضب حتى جاء في رواية عند مسلم أنه حتى احمر وجهه رضي الله عنه وأرضاه، وقال له: لا أحدثك بعدها بحديث ما عرفتك. فقالوا له: يا أبا نجيد، إنه طيب الهوى، إنه منا، يعني أن مقصده حسن وما إلى ذلك، وكرروا عليه الكلام حتى جاء أنه سكن بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا فيه ماذا؟ هذا فيه أن الإنسان يعظم، ترى من أعظم الأشياء التي تدل على حب الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك حبه لله جل وعلا، أن يتوقف إذا قيل له قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم موفقين معانين أينما كنا، هذا والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.